قال كان في وقتها المعاهد معاهد التدريب اي وكانت الموارد البشريه تدعم المدربين انت تجي تدرب يعطونك الموارد البشريه راتب 2000 ريال وخلك في المعهد 6 شهور قل لا اله الا الله هذا تقريبا عام 2017 جاني قال بعد الثانوي لا 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 يجيني واحد من العيال بلادي حربي من المدينه وبيني وبينه معرفه قال عمر تبي التجاره تبي الذهب قلت ما اكيد قال لما يسوي معهد تدريب المهم نبدأ نسوي معهد تدريب معهد تدريب ونستأجر المكان وكراسي وكمبيوترات وبصمة دخول وبصمة خروج وسيديات تدريب دورة انجليز دورة حاسب آلي دورة مدري وش ونقدم على الموارد البشرية ويقبلونها خلصنا الحين نبي نشتغل على دقة السلف قلنا الفلوس اللي دفعناها لحد اتفقت انا وياه ان ما حد يطلب بريال واحد الا عقب سنة لانه اللي بيجينا بتروح رواتب بتروح فواتير كهرب بتروح ايجار بتروح مدري وش الامور جميع الطالب يجيكم ل 2005 والموارد تعطينا احنا حقه مزبوط يوم خلصنا وقلنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم جبنا المدربين والمحاسبين ويجي امر من الموارد البشريه عقب انه توقف جميع الدورات لا ويوقف جميع الدعم لاي متدرب تبي تدرب تجي انت تدرب بفلوسك من بيدفع تدرب اقسم بالله يا عيال جالس انا وياه اللي دفعناه تقريبا يمكن 900,000 كم 900,000 اجار كمبيوترات كراسي مكيفات تاثيث رخص سي دي الدوره الواحده بمبلغ وقدره لا وتوك صغير سن وتوك يعني وعندك طموح جالس مرتب اموري وبعضها ماخذها دين على بعد سنه بعض الفلوس دين على بعد سنه وبفائده جلطه عمر والله العظيم عاد انا مستخير وش الحل؟ وناظر انا وياه قلت ها ترى المهم نجلس نتفكر وش الحل؟ بيع الكمبيوترات لا قلنا هذه الفتره الاخيره رخصه المحل حتى نقدر نبيعها رخصه المعهد نقدر نبيعها تذكرون انتشرت المعاهد الحين ما عاد تلقون معاهد تدريب ونروح البوابه الاقتصاديه شركه رابغ شركه ترامكو الشركات الكبار سابق وندخل السلام عليكم على المدير احنا شباب سعوديين نبي نجيهم يعني ونبي وعندنا دورات عندكم احد يبي يتدرب ارسلوه لنا وبنحط لكم اسعار ولا احد ارسل ولو شسع موظف مو موظف نبيهم يجيبون موظفينهم ندربهم يبون ناس يعني تتعاونون مع شركات كبار ايه ما حد اعطانا وجه لان الشركات الكبار اصلا هم عندهم معاهد مصغره في شركاتهم نعم. عندهم دورات يسوون دورات اشتكانا في المحكمه راعي المبنى وقفت الخدمات لحو اشتكانا راعي الدين اللي اخذنا منه الفلوس الفائده وقفت الخدمات كان ينزل لي راتبي 64% اروح استلم كاش المهم اجلس قلت يا ولد مصيبه والله يجيني ولد عمي قال يا ولد تعال هذا والله الصفع اي والله العرضه قال بس حاول واجيب غنم من الطائف حريات ونجيبه والله يا عيال ان كلامي هذا كله اقسم بالله العظيم لا ازيد حرف ولا انقص حرف صدق ويمكن صدق. اللي فلوس. الناس اللي دخلوا معي يمكن يشوفون بعد الحين يجيني ولد عمي قال يا ولد الغنم الضحيه بقى عليه ما ادري كم والحمد لله احنا معارفنا مع اللي مثلكم شراكم طيبه واجي الواحد عنده غنم قلت يا ولد ابي لي 200 الضحي قال فلوسك والم قلت على التصريف ابى ابيعها هو اذا كان فلوسك والم ببيع كيف 800 اذا على التصريف بيزيدك 100 ولا 50 تجيني تريلا قبل عيد لا والله في رمضان جتني اذكرها حلو في عيد الفطر على اساس عيد الفطر وعيد الضحيه ورانا يا سلام يبيع اللي يبيع في واجيب ويجي واحد من عيال عمي شريك ويجي واحد احنا ثلاثه شركاء ونقسم الحلال بيننا فيها الخال وفيها الطليان وفيها صغار وفيها كبار ونفرقها ونخلي الشبوك كلها متساويه ونسوي قرعه كل واحد اخذ حلاله وعامله سلطاته وباب غنوج ومشى حلو اقسم بمن احل القسم ان الله يكرمكم الكلاب المغلوط انا داخله في الشبك اللي انا فيه وانها ليت ذبحت يمكن تعرفون تاكل ذنبتها تاكل راسها تاكل اقسم بالله العظيم يا عيال ما زليت عليكم في حرف واحد ها يا والله المعاكسه يا والله لا 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 في فرج في فرج انا متاكد اي والله الحمد لله المهم واجي للشبك وناظر لين ما هي ميته ولا تقدر تذبحها ولا تقدر تبيعها تغش الناس وش بتسوي في الحاله هذه؟ سوا ما تدري وديتها البيطري وجاني مرض برمح تعرف برمح إيه؟ مرض يجي الحلال المهم اعوذ بالله يجيني ولد عمي يجوني عيال عمي ويعاونوني في اني اسدد بعض الشيء اللي انا خسرته
قلت الحمد لله. اكتشفت عاد بعدين ان الله بيرزقني بس ما ادري متى بيجيني رزقي. انا بيجي، انا متاكد اقسم بالله العظيم اني متفائل، اكثر واحد متفائل. الرزق يا بيجي بس متى ما ادري متى، كيف ما ادري كيف. ايمانك قول، من ايمانك بالله اقسم والله. شوف حتى في كلمات والله اني متاكد ان الله بيرزقني بشيء عظيم، يعوضك، بيعوضني بشيء عظيم. بس ما تقبل الشيء، قال الحمد لله. الحمد لله اسلم والله. بس يا مهند شوفني للحين اسدد اسدد الديون. الله يرزقكم واسد هذا اخر شيء. اقسم بالله الله يرزقك او 3 و 4 يا ابو مشعل. انا متفائل والله اني احمد الله، لان الله اذا حب عبد ابتلى. عمر يا ابو مشعل، يا ابو مشعل اسال الله اني الشيء اللي بقول له الله كريم. كل ما زاد الضيق، كل ما زاد الضيق خلاص ان الفرج قريب. ابو هدال، ابو هدال، الشيء الوحيد اللي المفروض انت تنبسط فيه انك انت هنا قايم على وقف قيمته 10 مليون ريال. انت تدري ان اللي يتصدق بريال وريالين وثلاثة ريال ان ربي بيعوضه، فما بالك انك انت ساهمت في 10 مليون ريال. اطلع وشوف كيف ايش بيجيك. والله اني محتسب له الاجر، والله يكتب لي فيها الخير. فاقول لك المشاكل واحد ينصدم مثل ما قلت انت، ابذل، انصدم المره الاولى وانصدم عبدي وانا اسعى معك. هذا والله الكلام.